ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم، وعايزين بقى يا جماعة نتكلم عن الكرة المصرية ومشكلات الكرة المصرية. أبناء الكرة المصرية دايما بيعتبرين نفسهم إن هم شبه مهمشين، عندهم نقص خدمات كتير، نقص إمكانيات، عندهم نقص مدارس، نقص وحدات صحية، وإن وجدت وحدة صحية هتلاقوا فيها نقص إمكانيات، ولو وجدت مدرسة هتلاقوا فيها نسبة زحمة وازدحام كتير في الفصل، هتلاقوا أبناء القرية كلها في نفس المدرسة. فدايما احنا بنتكلم عن الكرة المصرية والنواقص اللي موجودة في الكرة المصرية. احنا عندنا قرية الهيصامية التابعة لمركز ومدينة فاقوس، فيها مدرسة المفروض انها بنيت من 90 سنة، تمام، وتم قرار ازالتها عام 94. طب لحد دلوقتي ايه اللي حصل؟ المدرسة اتزالت، طب بنيت مدرسة مكانها؟ مش عارفين. هنعرف مع حضراتكم، مع ضيفنا معانا الأستاذ محمد سليمان الحوت. أهلا بيك، منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم. احكي لي بقى ايه موضوع مدرسة الهيصامية؟ مدرسة الهيصامية ديت انبنت عام 26، يعني النهارده بقى لها 94 سنة. المدرسة ديت انبنت بالطوف يعني، وعلمت أجيال. كان المكان ده منبر علم، واصبح النهارده مقلب للزباله، او مقلب للزباله والحيوانات الضاله. يعني مساحه الارض كامله اهدرت خلاص المساحه من دي، اول ما جالها قرار الازاله ولا حوالي ايه؟ 5 جاريط وشويه. تمام، مساحه كبيره كويسه. مساحه يعني كبيره. والمدرسه ديت لما طلع قرار ازاله تم الحاقها بمدرسه الشهيد غيث. طبعا بيشتغلوا فترتين وفي تكدس. في تكدس. انا سمعت ان الفصل فيه 90 طالب، في حوالي ده 90 عيل، 80 عيل كبيرة. وحضرتك ما بيعرفش يقف في طابور، يعني مبقى مثلا مدرسه فيها 700 ودي 300 وشويه، حوالي 1000 و1100 1120 طالب، مش عارفين يقفوا طابور ولا عارفين يتعلموا، يعني في تكدس رهيب طبعا. فالمدرسه دي دلوقتي طلع لها قرار ازاله سنه 94، من هنا لحد بقى. النهارده ودخل اعضاء الشعب، ودخل كم واحد، ونعرض موضوع على 100,000 واحد، ولا زالت لم هي. حتى رحت الابنيه التعليميه، قال المدرسه دي مدرجه في مجلس الوزراء. يعني تم ادراجها وتم ادراجها تبع هيئه الابنيه كامله من التعليميه؟ سنتين. اصل خد بالك، هي دي مشكله. هي المدرسه دي لو تم ادراجها تبع هيئه الابنيه التعليميه يبقى ده اهمال وتباطؤ برضو من هيئه الابنيه التعليميه. ما دام تم ادراجها، فين 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 الخطوات؟ حضرتك المدرسه دي اصلا مؤجره، كان مؤجرة. وطبعا احنا يعني سنة 26 النهارده، يعني الورثة لو كانوا 10 النهارده 700، النهارده 800. احنا عايزين نشوف على الشاشة أثناء الحديث بس صور المدرسة، صور أرض المدرسة. يا ريت يا فندم. كمل حضرتك. المدرسة دي النهارده يا فندم أصبحت مقلب للقمامة والحيوانات الضالة، ومأوى للصوص والبلطجية. بعد ما كان منبر علم ونور أصبحت مكان أذى للبلد. فاحنا بنطالب بكل الابناء التعليميه، المكان اهو وحطوا ايديكم عليها، طلعوا له قرار استيله، اتصرفوا فيها. طب ايه يعني ايه المانع؟ انا مش عارف. الموضوع ده عرضته قبل كده مرتين ثلاثه برضه على قناه الصحه والجمال، وللاسف ما زال هو هو. هي مش عارف يعني امتى هتتعامل المدرسه، وفي تكدس في الطلاب. طبعا، والتكدس ده مشكله ومشاكله جسيمه بالذات في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. وادي يا فندم ده الرسم زرع على الرسم الكروكي بتاع الواحد. خليك زي ما انت زي ما انت كده، هي الكاميرا قدامك. ماشي. طب ماشي، ممكن تشرح لنا يعني البيان فيه ايه؟ دي مدرسه رسميه، رقم تعريفي 131413، وهنا المساحه قبل التنظيم كان 908 متر، بعد التنظيم 823 متر و90 سنتي. دي طبعا دي تدير الوحدة المحلية، ودي الطلب الأهالي قدموه كذا مرة لحد دلوقتي. زي ما أنت يا أستاذ محمد. ماشي. قدامك أنت. تمام. زي دلوقتي لحد دلوقتي المدرسة زي ما هي، مقلب القمامة، وأدي طبعا الموافقات اللي هي الاستثنائية هنا بتاعت التربية والتعليم، وأدي هنا إيه محضر المعاينة. جميع المستندات موجوده، واخد بال حضرتك، ولا زالت المدرسه زي ما هي. طب يعني احنا بنقول المبنى اهو والمساحه اهي، ايه المانع؟ لا طبعا، عايزين يعني
اطبعوها للاهالي، اطبعوها لهم، بس المهم المبنى. لا احنا مش عايزين نبيعها للاهالي، احنا عايزين ان هي يتم بنائها ماديا، تم ادراجها تبع هيئه ابناء التعليميه، يبقى المفروض على الفور يتم تقنين بقى الوضع وتتبني عشان قريه الرسميه. فدي من 94 لنهارده حوالي كم بتخدم، مش بتخدم سنة. القريه بس، هي بتخدم ابناء من حولها. اعتقد ان دايما كده القرى والقرى المجاوره، القرى المجاوره بالفعل بيبقى المدرسه تكدس في المدرسه الثانيه. اه طبعا يعني أكيد. يعني صعبت المشكله على المدرسه الثانيه النهارده، ما هو ب 1000 و1100 طالب، وهيكون فترتين ضم كده، هيسهل العيال بتعوروا على الطلبه وعلى اولياء الامور وعلى المدرسين في الخروج والدخول اثناء المدرسه. أكيد. عيال طالع وعيال داخله، يعني حاجه اذى. طب المبنى اهو، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ما تنبني احنا بنناشد دلوقتي هيئه الابناء التعليميه، احنا عايزين نشوف موقف الارض دي ايه. زي لو زود وبعدين داخل كتل ارض، داخل كتله سكنيه مش ارض مثلا ارض زراعيه. ما هي كانت مدرسه في كانت مدرسه تمام، وطلع منها ناس عظماء، ناس مستشارين، ايوه ما فيش مشاكل، وضباط وناس على اساتذه جامعات. انت بتقول تم ادراجها، انا تم ادراجها. انا سالت في الابنيه التعليميه من سنتين ثلاثه، يبقى المفروض ان هي ان شاء الله تبنى، واحنا ده اللي بنناشد بيه، وبنناشد بيه وكيل وزاره الشرقيه ان هو يشوف يبحث في الامر ده. الموضوع الثاني يا فندم لو سمحتي، اتفضل. دلوقتي انا بطالب الدكتور خالد، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، بتجديد الثقه للدكتور هشام مسعود، الراجل ده بيعمل ليل نهار. وفي نفس الوقت بطالب السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب باقاله رئيس هيئه الاسعاف في الشرقيه. عارفه ليه يا فندم؟ طبعا وزاره الصحه لما عملت ابراج للاسعاف اختارت مستشفى العصاميه اعلى مكان على مستوى المحافظه، وعملت برج تكلفه حوالي 2 مليون جنيه وغرفه اسعاف كامله. نشات الاستاذ الدكتور احمد علي رئيس هيئه الاسعاف، وكتب الطلب للاستاذ المسير ابو العمر من شهرين ثلاثه، وللاسف بعد كده جه في التليفون. طب ايه المشكله بالظبط؟ برضو مش حدد المشكله. المشكله يا فندم ان مستشفى العصاميه ده موقعه بين ثلاث مراكز، ابو كبير وفاجوس والجورين، ماشي تمام، وعلى طريق حيوي تمام. طب الاهالي بيطالبوا هنا بعربيه اسعاف. مفيش عربيات اسعاف، مفيش عربيات اسعاف يا فندم، والمكان ده بيخدم اكتر من 350 الف نسمه. يعني بيخدم قريه الطويله والمزنعيم والزهير والصوالح والنمرود، دي خط كامل لحد فاجوس، وخط العصاميه والجعافره والخطاره والحجيجيه والروضه وابو شلبي والسعدين وخد كليته. 350 الف نسمه يا فندم، لما بتحصل حادثه بتدندل المصاب اكتر من ساعه، ينزف على الاسفلت، يتصل على المشكله دي احنا بنسمعها كتير للاسف، حتى لما بيكون في عربيات اسعاف مش عارفه ليه عربيات الاسعاف بتتاخر، ولازم ليه 100 تليفون يقول لي ده في غرفه مجهزه ب 2 مليون جنيه. انت بتقول اصلا المستشفى ما فيهاش عربيات اسعاف اصلا، ما فيهاش اسعاف يعني معنى كده ان هم بتعتمدوا على انهي اسعاف؟ اسعاف وبعدين حتى يا فندم عربيه الاسعاف دي يعني نقطه وصل بين الجورين وبين فاجوس وبين الجامعه، واحنا هناخد عربيه الاسعاف، احنا هنورثها، ما تبع الوزاره بس. انت بتحطها هنا بتخدم القرى دي طبعا. القرى النائيه ديت اكيد، القرى ديت محرومه، لا لان ده خط القرى دي مهمشه. لا وانا عارفه ان الخط قريه العصاميه والقرى اللي بعديها دي كلها بتكون على خط بعيد، من حتى بعيد شويه من فاقوس والزازي والشرقيه، المفروض يكون ليها 25 كيلو، بينها وبين الجورين 15 كيلو، وبينها وبينها وكبيره اكتر من 35 كيلو. طب إيه انت ما تحق يعني ايه المشكله؟ طب ثواني ناخد معانا محمود من الشرقيه. اهلا بيك يا محمود، اتفضل. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم تمام. انا متابع حضرتك من ايام الاي بي سي وايام المحور وايام الصحه والجمال، وحضرتك فخر الاعلام للشرقيه كلها يا فندم. ميرسي قوي، ربنا يخليك يا فندم، متشكره جدا. وحضرتك منوره قناه الصحه والجمال يا استاذه اميره. نورك يا فندم، متشكره جدا. وفعلا انت فخر كبير جدا للشرقيه يا استاذه اميره. متشكره جدا، متشكره جدا. ربنا تحب حضرتك تقول حاجه؟ ميرسي قوي، ميرسي قوي. تحب تقول حاجه في موضوع الحلقه يعني؟ والله يا فندم انا عايز اقول ان احنا متابعين حضرتك لانك فخر كبير للشرقيه كلها. ميرسي يا فندم، متشكره جدا، متشكره لحضرتك قوي، شكرا شكرا لحضرتك. اتفضل. طبعا الكره دي كلها محرومه من سير الاسعاف.
ايه المشكله لما احط عربيه اسعاف؟ انا عايز يعني عايز افهم سؤال واحد بس، ايه المشكله؟ انت هتجيب عربيه اسعاف وتدوس وتجيب. طب لما بيحصل اصابه هنا يا استاذ محمد، عايز افهم بقى لما بيحصل اصابه ايه اللي بيتم؟ يعني انتوا اللي بتنقلوا المريض بنفس للمستشفى؟ والله العظيم ساعات باخدهم بعربيه داتسون سنات. وبعدين المريض لما بتعور المفروض ان يشيله بتاع اسعاف، ان بيشيلوه غلط يعني. طبعا حتى لو في كسر الحوادث هم بيكملوا عليه، خاصه الحوادث. وبعدين انا عايز افهم، قريه مركز ابو حماد بينها وبين العزازي 2 كيلو فيها نقطه صحيف، بين العزازي وبين الزيه 3 كيلو فيها نقطه صحيف، ايه المشكله اللي قريه الاصابات بتساوي القرى دي؟ هناك عظام الشعب فعلا شغالين بصراحه، اباظه وثروه السلم الناس شغالين. أيوة. انما فجوزي محرومه من بعد صلاح اطرته مش عظم الشعب، كلته مصالح شخصيه، بكلم بكل خلاص. ما اعرفش يعني هم هل مش بيعرفوا يحاولوا يعملوا. لا ما ده دوركم بقى الفتره الجايه، انتوا تختاروا النواب النائب اللي يصلح عشان يقدر يخدم. يا ريت الشباب اللي قاعد على الفيسبوك ويقول لا مش عايزينه، ما تطلع اختار اللي انت عايزه. بالظبط، اطلع اختار اللي انت عايزه. ثانيه وده مشكله تانيه. انت قاعد النهارده تكتب لي على الفيسبوك، لازم الناس كلها تنزل وتقول. لا ده قاعد يكتب على الفيسبوك والاخر يقول لا مش عايزينه في البلد. معترضين على حاجه معينه او معترضين على فصيل معين، قولوا اللي انتوا عايزينه. المشكله الثانيه يا فندم في قريه في عزبه الفندود. طب ممكن بس ناخد سعيد من كفر الشيخ معانا. اهلا بيك يا استاذ سعيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل معانا. الله يخليك. معاك السعيد يا فندم، مكانه في الكوبرا برج البرلة. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك يا استاذ سعيد، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. دلوقتي يا فندم احنا عندنا وحده صحيه بقالها اكتر من 5 6 سنين، تمام؟ تمام. واتكلمنا مع المحافظ كم مره، كان جاي اتشرف عن يعني اتشرفنا بزيارته عندنا في الحنفي. بقالها اكتر من 4 سنين كان فيها دكتور قاعد فيها يخش في شهر واخد بعضه وماشي، تمام؟ تمام. وحاليا الوحده مقفوله، ما فيش دكتور ولا في اي حاجه، وعندنا الاطفال بتتعب وكده. فعايزين يعني استغاثة لسيادة المحافظ ان يجيب لنا دكتور في الوحدة الصحية دي. يعني الوحدة الصحية هي الوحيدة اللي موجودة في القرية اللي حضرتك فيها؟ هي الوحيدة اللي موجودة. وما فيهاش أطباء؟ هي الوحيدة يا فندم اللي موجودة، موجودة وما فيهاش أي دكاترة خالص يا فندم. وموجود حوالي منها أكثر من 7-8 آلاف نسمة. القرية والله ما فيها دكتور يا فندم. طب ازاي لما بيحصل عندكم حالات مرض او حوادث انتوا بتتصرفوا ازاي؟ بتتنقلوا بقى من بلد لبلد او قريه لقريه عشان تقدروا توصلوا المريض بتاعكم؟ وانتوا عندكم بالفعل وحده مهمله؟ لا طبعا. مظبوط يا فندم. لا طبعا. لا طبعا. مظبوط يا فندم، والله بنعدي وبنروح مكان بعيد عننا اسمه مركز بلطيم، بينا وبينه يخش في نص ساعه او ساعه بالعربيه عشان نوصل المستشفى او نوصل لعياده او ايا كان من دي، والله اكثر من ساعه. لا طبعا، متشكره لحضرتك. لا انا بقى بناشد سياده الرئيس بصفته، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجد انا فعلا بيجي لي مشاكل على الصفحه العامه بالـ 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 بالامر ده، ان فعلا في قرى كتير جدا ما فيهاش وحدات صحيه، او في يعني المشكله الاكبر ان لا فيها وحدات صحيه مهمله، يا اما مقفوله يا اما ما فيهاش اطباء، يا اما في اطباء ما فيهاش خدمات. يعني بجد انا بناشد سياده الرئيس في التدخل في الموضوع ده، لان اصلا ما فيش اهم من الصحه. احنا كنا لسه بنتكلم في التعليم وفي المدرسه وفي المدارس، لا ده كمان الصحه. يعني المتصل اللي كان معانا بيقول ان هو ما عندهوش دكتور واحد في القريه كلها، طب الناس دي تتصرف ازاي؟ فانا بوصل صوته لسياده الرئيس ان شاء الله ليه للقريه اللي هو فيها ولجميع قرى جمهوريه مصر العربيه. المفروض اقل شيء واقل حاجه لخدمه المواطن الوحده الصحيه المعالجه. تمام، نرجع لحضرتك. الموضوع الثالث يا فندم، في عزبه الفندق دي تبع خريطه العظاميه، فيها محول ارتفاعه بينه والارض 60 سنتي. طب المحول ده اصلا على طريق شارع عموما، وبعدين العيال بيروحوا يلعبوا فيه، الاطفال بيلعبوا. دي مشكله فيه. عمود الكهرباء. طيب دلوقتي انت عارف حضرتك طبعا ممكن لو احنا معانا صور العمود ده نعرضه على الشاشه، المحول ده نعرضه على الشاشه. كمل يا استاذ محمد. حضرتك لو حصل ماس ولا قدر الله واحد مات، عيل طفل مات او حيوان او اي شيء. طبعا ممكن اثناء وقت لو عيل مات ممكن والدته تروح ماسكه لمساه بالكهرباء الاخرى، ممكن بدل ما يبقى واحد يبقى 10.
طب انا عايز اعرف ايه يعني ايه المشكله. وبعدين صاحب الارض يعني له في ظهر المكان ده جنينه، قال يا جماعه اني خدوا الارض مكان الارض ده بقى، حطوا العمود عندي. وموافق يكتب يعني يكتب اللي هم عايزينه تبرع كله. ايه المشكله ما تنجي العمود؟ المشكله هنا تفضل الدكتور ممدوح غراب مشكورا لما انا بعت له الموضوع، بعت وافق وكل حاجه والكهرباء تمام كويس، خلوا الناس يروحوا يصبوا البتاع بالليل تمام وكل حاجه. ايه المشكله؟ الموضوع صعد لمحمد بيه السيد رئيس شركه كهرباء والموضوع وقف على كده. طب انا دلوقتي لو حد توفى او حالة احنا حادث مشكلتنا كمان انا حمله للاستاذ محمد السيد رئيس شبكه كهرباء. لا يعني احنا ايام المطره لما بيجي بنقعد نشوف على الفيس وعلى كل السوشيال ميديا بنلاقي صور الاطفال اللي غرقان اللي من الكهرباء اللي من الكهرباء، وبنقعد وبنزل عشانهم جدا وبنقول يعني طب ما احنا دلوقتي موجودين. جابوه على الشاشه يا استاذ محمود، انت فين؟ هو مش شفتوش. جابوها وانت بتتكلم. فاحنا بنقعد بنزل على الاطفال دي. طب ما احنا دلوقتي اهو بنقول في عمود اهو وفي محول كهربائي، خطر على الاطفال وخطر على الناس كلها. طيب بيتم بقى التصرف فيه دلوقتي قبل ما يحصل كوارث ونرجع نقول يا عيني والاطفال بتموت. يا فندم ده ارتفاعه 60 سم، يعني لعيب لعبوا فيه قدر خد مقاس. نرجع احنا الكارثه قدام منها، نخلصها الاول ولا استنى ما تيجي على الكارثه؟ اهو العمود يا فندم. تمام ايوه مع حضرتك. والعيال بيلعبوا حواليه وبرده المشكله دي متكرره، يعني اثناء المطر هي مش هنا بس، هي قريه ايه دي يا استاذ محمد؟ دي عزبه الفندق تبع العظاميه. طب برضو احنا برضو مشكلة العواميد دي برضو موجودة كتير، وكل وكتير برضو ناس بتتكلم فيها. احنا المشاكل اللي بنتكلم فيها النهاردة هي مشاكل عامة ومتكررة. كل المشكلة اللي احنا اتكلمنا فيها، مشكلة المدرسة، مشكلة العمود، مشكلة الوحدات الصحية، كل دي مشاكل متكررة. احنا بنتكلم بصفة خاصة في الحلقة دي على اماكن معينة، بس برضو انا بتكلم عليها بصفة عامة. احنا معانا اتصال تليفوني تقريبا سماح محمد من الشرقية. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل حضرتك معانا. يا فندم مع حضرتك. معاك محمد من الشرقية من قرية الحجاجية المستجدة. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. انا كنت بتكلم بخصوص معلش الاستاذ اللي كان بيته بيقع ده. ده فعلا الصرف الصحي، انا من نفس البلد بتاعته. تمام تمام. ده نفس المشكله برضه، الصرف الصحي برضه هو بهدل البيت وكده. تمام تمام. وراح ليهم كذا مره هناك، مش عارف يكلم حد ولا حد بيتكلم معاه ولا حد محترمه خالص. طبعا لا طبعا. تمام. هي دي المشكله، المشكله دي كبيره. دي حاجه. اتفضل. دي حاجه. طبعا انا بضم صوته لصوته. طبعا الاستاذ بيقول اسعاف ومش اسعاف على خط السعديه وعلى العصاميه وكده. تمام. انا برضو انا الحمد لله اللي انا شايفه ان احنا لما بنطلب اسعاف لا موجود. دي حاجه برضو انا بحب اعدلها له. لا ما بنطلب اسعاف بنلاقيه. بس هي المشكله مش في مشكله الاسعاف، لا المشكله في مشكله الطريق اللي بيمشي عليه الاسعاف، اللي ما فيش طريق نظيف اساسا يمشي عليه الاسعاف. كمان دي مشكله خمسه. مشكله سته. ايوه مع حضرتك. الاسعاف بيجي لكم منين؟ الاسعاف بيجي لكم منين؟ الاسعاف بيجي لنا من فؤوس. تمام. قريبه ممكن. احنا بينا وبين فؤوس ايه، ما فيش ربع ساعه. بس المشكله في الطريق، لا الطريق بايظ بايظ، مش فيه اساسا مكان يمشي فيه الاسعاف. ايوه هو ممكن يكون قصده على كده، ان الطريق ممكن بيكون بيأخر عربات الاسعاف. فممكن يكون عايز عربات. وبالنسبه للوحدات الصحيه، لا الوحدات الصحيه على من العصاميه او من الوجورين كمان تمسك عند ابو شلبي، لا وحدات الصحيه بايظه بايظه بايظه، ما فيهاش حد. احنا من ضمن قريتنا قريه الحجاجيه المستجده، ده انها اكثر من 10 سنين اكتر من 10 سنين الوحده مبنيه وفيها الاجهزه، ما فيهاش دكتور جايها. بعد ما اتفتحت من سنه نفس الكلام، ده فيها يومين الدكتور ومش عارف ايه، وبعد كده ما فيهاش حد خالص. يعني ان شاء الله انا لو دخلتها بكره الصبح وصورتها فاضيه، العنكبوت ماليها اساسا، وهي المفروض انها شغاله. تمام. وفيها الدكاتره وفيها التمريض وفيها كل حاجه. ايوه ماشي. معلش بس حاجة أخيرة. اتفضل. بس بناشد بها الدكتورة هالة زياد وزيرة الصحة. تمام. اتفضل. احنا طبعا أنا معايا تمريض خاص، دي حاجة. تمام. وحاولنا 2000 مرة نوصل صوتنا ليها ومحدش بيرد علينا خالص. تمام. وحاولنا ننزل قبل كده نساعد في موضوع كورونا ده، مساعدة مجانية خالص. بس أعتقد إن أيام موضوع كورونا كان الموضوع متاح للجميع،
كان في اطباء وفي لسه بيدرسوا طب كانوا يعني بيتقدموا لان هم يساعدوا ايام كورونا يعني. شكرا لحضرتك. بالنسبه بقى للوحدات الصحيه احنا لسه كنا بنتكلم فيها من شويه وكان في اتصال مش عارفه برضو منين. بالنسبه للطريق اللي بيتكلم عليه الاستاذ نفس المشكله الوحدات الصحيه طبعا احنا بنطالب الوحدات الصحيه دي اهم شيء، وزي ما انت بتقول يا اما في وحده فيها امكانيات ما فيهاش دكاتره يا اما في وحده فيها دكاتره ما فيهاش امكانيات، فاحنا طبعا بنناشد وزيره الصحه بالتدخل بذا الشان للجميع. اتفضل. بالنسبه للطرق الطريق اللي بيتكلم عليه الاستاذ ما ينفعش فيه اصلاح الوقت. ليه؟ الوقت كل القرى فيها صرف صح، فيعني بيفحروا على اسفلت وهيدخلوا غاز طبيعي، يعني هو يرصف النهارده وثاني يوم يفحر، ما ينفعش يشتغل في طرق الوقت. اما الوقت يعني هو بيقول بينا وبين فؤوس ربع ساعه. ربع ساعه ازاي؟ اذا كان انت بينك فؤوس اكتر من 25 كيلو عشان العربيه تطلع من جوه يا فندم، فؤوس متكدسه بالتكاتك عشان تطلع العربيه، كان المريض مات. يعني هو بيكذب كلامي. هو مش بيكذب، هو بيقول ممكن التاخير بيكون بسبب الطريق. هو شغال في الصحه يعني لا لا، هو ممكن يكون بسبب الطريق بيأخر الاسعاف يا فندم. الموضوع هو بيقول لك ايه سبب التاخير يعني؟ الاسعاف دي مش على جد المصاب. ايوه يعني لمؤاخذه واحده بتولد، واحد وجع ظهره، عنده غضروف، عنده اي حاجه من اهل القريه، هو مش لازم يكون اي مريض. الاسعاف دي اصلا يا فندم ده خدمه. ايوه وبعدين هي ما تنحط هنا، هي الهزمه هتورثها ما انت توزعها. هي ما فيهاش مشكله، هو مطلب شرعي والمركز معمول لايه ومش كبير، يعني عربيه انت عامل غرفه فهي مش موضوع مش مليون كبير. جنيه لايه؟ تمام. وبرج اسعاف انت مكلفه ليه؟ يعني البرج يبقى حدانه والغرفه حدانه واحنا محرومين من لا انا من الخدمه. زي ما قلت لحضرتك يا فندم ما ينفعش. لا المطلب مش كبير. وانت شغال في الاسعاف ولا شغال في الصحه؟ لا مش هي دي المشكلة. مصالح لا لا هو بيتكلم في موضوع تاني، بيقول لك ان ممكن يكون الطريق هو اللي بيعطل الاسعاف، مش الطريق موضوع ما ينفعش فيه انها بعيد. الطريق ده هينفحر فيه صرف صحي؟ هو ما اختلفش معاك يعني. هينفحر فيه في غاز طبيعي ما ينفعش نعمل. ان شاء الله لسه في شغل. ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل. ان شاء الله صوتك يوصل. ومتشكره جدا حضرتك نورتنا يا فندم. شكرا ليك. شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا اشكركم جدا على حسن المتابعه، وان شاء الله نستناكم في لقاء قادم وحلقه جديده وموضوع جديد واقوى الكلام. انتظرونا.